أسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير، حياكم الله. حلقة جديدة من برنامج مع الناس، حلقتنا لهذا اليوم خاصة بمولد النبوي الشريف وتحديداً تحضيرات المولد النبوي الشريف. قبل ساعات من المولد النبوي الشريف توجد تحضيرات شاملة في مدينة الأعظمية، الخدمية والأمنية والمجتمعية وكافة المتواجدين في مدينة الأعظمية والوافدين إليها يتحضرون لهذا اليوم المبارك، هو مولد سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذه الأجواء الجميلة ينتظرها العراقيين وتكتظ خلال الساعات القادمة الأعظمية بأعداد كبيرة من المحتفلين بهذا المولد الشريف. حياكم الله، حتكون جولتنا خاصة في مدينة الأعظمية، جزء الكبير منها أمني والحوار عن التحضيرات الأمنية للمولد النبوي الشريف. حياكم الله. سلام عليك نبي السلام، أنت الحبيب وماحي الظلام. سلام عليك نبي السلام، أنت الحبيب وماحي الظلام. سلام عليك نبي السلام، فأنت الحبيب وما حي الظلام. سلام عليك نبي السلام، أنت الحبيب وما حي الظلام. أيا رحمة جئت للعالمين، بوصفك حارت فنون الكلام. أرسيت للسلم أركانه، وأحييت بالحب إنسانه. حيار الورى لفهم دامس، من الليل هدمت بنيانه. المشاهدين حياكم الله مجددا. نوهنا عن أهمية هذه الحلقة وخصوصيتها لتحضيرات المولد النبوي الشريف، وخاصة التحضيرات الأمنية منها، حتى نكمل حوارنا ونعرف المعلومات اللي حتكون بيوم المولد النبوي الشريف والقطوعات وكيف هي الخطة الأمنية. انضم لنا الآن السيد العقيد حمزة عبد الواحد الشمري، مدير إعلام شرطة الرصافة. حياك الله سيادة العقيد، واهلا بك في برنامج مع الناس. حياكم الله، ونبارك مبدئيا نبارك للأمة الإسلامية والعالم أجمع بمناسبة ولادة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واهلا وسهلا بك ومنطقتك العظمية. الله يحفظك سيادة العقيد. اليوم الكل تسأل عن التحضيرات الأمنية، كل سنة ممكن تتغير أو تتشابه بعض السنوات الخطة الأمنية. هذه السنة ما هي خطة المولد النبوي الشريف؟ حقيقة بدءاً من دولة رئيس الوزراء المحترم مع وزير الداخلية المحترم ووكيل الوزارة شؤون الشرطة المحترم، أيضاً قائد عمليات بغداد المحترم، قائد شرطة بغداد الرصافة المحترمين، قائد عمليات بغداد الرصافة المحترم، وضعوا خطط مدروسة قياساً بالسنين الماضية. حتكون الخطط الأولية كالآتي: مبدئيا قطع مساحة عنتر لتخفيف الزخم الحاصل أثناء الزيارة. حضرتك تعرف الزيارة مليونية، جميع أطياف الشعب العراقي يشارك بها. حتكون الخطة الثانية أو القطوعات الثانية من رأس الحواش تقاطع المحكمة انتهاءا بالإمام العظم. هذا قطع تام، قطع تام ما بتسهيل أو الغاية من القطوعات تسهيل حركة الزائرين الكرام
وياخذون اكثر مساحه اثناء تاديه طيب. السياره. منتصف الاعظميه اللي شارع عمر، شارع الضباط، شارع سيام حيكون مفتوح لو همين ايضا مفتوح. جميع الطرق الداخليه تكون مفتوحه. نعم. خدمه للزائر الكريم وخدمه لاهالينا منطقه الاعظميه الكرام. حتكون حركه السير جدا اعتياديه. طيب البعض يسال اكو تنسيق بينكم وبين الدفاع المدني، بين وزاره الصحه، حتى يكون اكو انتشار عام لبقيه المنطقه؟ حقيقه هو تسميه عمليات بغداد الرصافه. نعم. ما اجى اعتباطا السيد معالي وزير الداخليه المحترم لما قسم شطر بغداد. نعم. عمليات الرصافه، عمليات الكر، قاطع يعني قاطع الرصافه، قاطع الكر، تكون كل التوابع مرتكزة على شخص واحد اللي هو شخص السيد القائد، هو اللي يدير كل الأمور، هو اللي يوضع الخطط، هو اللي يكون الإشراف التام والعام بأمرته. طيب اليوم قيادة شرطة الرصافة يعني أكثر المناسبات الدينية والاحتفالات رأس السنة وغيرها. نعم. الرصافة هي الجزء الأكبر من الزخم يعني حقيقة. نعم، مثل ما تعرف حضرتك وجود المعالم الدينية بالرصافة أكثر ما موجودة بالكر. صح. حقيقة هذا من باب آخر، الكثافة السكانية في منطقة الرصافة تفوق منطقة الكرخ بثلاثة أضعاف تقريبا، حدود 6000 مواطن في منطقة الرصافة، ناهيك عن الزيارة المليونية اللي كل أطياف الشعب العراقي من الشمال للجنوب وأيضا من الدول البلدان العربية، دول البلدان الإسلامية، حتكون إن شاء الله زيارة مليونية وإن شاء الله تتكلل بالنجاح. طيب ستعقد اليوم هاي التجمعات البشرية سواء في زيارة الأربعينية أو في مولد النبوي الشريف، هذه رجل الأمن يكون على استنفار عالي مو حتى تكمل بنجاح المناسبة؟ صراحة نحن على مدار 24 ساعة كافة توابعنا، كافة قياداتنا، كافة منتسبينا، ضباطنا على أهبة الاستعداد، ولكن في هذه الحالات عندنا خصوصية أنه رجل الأمن يجب أن يكون على أعلى درجة من الاستعداد لهذه المناسبات الدينية إن شاء الله، اللي إن شاء الله تتكلل بالنجاح وإن شاء الله تكون زيارة مليونية ناجحة، والله يتقبل مقدم من الجميعين. آمين إن شاء الله. أريد نتجول ويا جنابك، خلينا نتجول باتجاه سيدنا الإمام العظيم في العمر. يلا شباب اعطوني الكاميرات. هنا السؤال سيادة العقيد. نعم. أكو خصوصية عند الإمام الأعظم. نعم. لدى أهالي العظمية ولدى أغلب العراقيين وجميع العراقيين أكو خصوصية، حتكون أكو حماية مخصصة لمثل ما موجود حاليا من حمايات الإمام الأعظم؟ حقيقة جميع المراقد الدينية والمزارات الدينية الشيعية والسنية تتواجد بها حمايات خاصة اللي معنية بتأمين الحماية للمرقد الشريف، واجبها انه تامين الحمايه للزائرين الكرام وايضا للمرقد واللي يعني مسؤولين عن المرقد واضعين خطط مدروسه حقيقه لتامين الزياره. تمام حياك الله. يلا خلينا نتمشى نشوف الدوريات، هاي جوزيه الدوريات دائما هيك ورابطاتكم فعاله حقيقه. بالنسبه لدورياتنا على مدار 24 ساعه تكون مدامه ومهيئه لاي طارئ لا سامح الله، سواء احنا يعني مبدئيا الطوارئ اللي تكون يعني افواج الطوارئ النجدة جميع ما توابعنا تكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ، ولكن الطارئ الأول والأخير هو خدمة للمواطن والموضوع خدمي أساسا، هو الموضوع خدمي وإنساني. جيد، يعني هنا اليوم أكو تعاون مشترك بين كل المفاصل الأمنية بهذا اليوم. جميع مفاصل الدولة وليس حكرا على قاطع شرطة بغداد الرصافة. جيد. الكل على سكة واحدة وعلى نظام واحد وعلى عمل واحد إن شاء الله. جيد. ينضم لنا السيد العميد. السلام عليكم. سيد العميد شلون صحة؟ الله يخليك. لو سمحت مبارك شون. المولد النبوي الشريف عليكم إن شاء الله. سيد عميد ماهر مدير شرطة الأعظمية. مدير قسم. قسم شرطة الأعظمية. قسم شرطة الأعظمية. اللي هو شنو القسم، معنى القسم؟ معنى القسم مديرية القسم تأسس طبعا يعني في نبذة تاريخ قصيرة. عام 1973 سميت مديرية شرطة العظمية في حينها وتغيرت حاليا مديرية قسم شرطة العظمية. ضم أربع مراكز. زين. مركز شرطة العظمية الصليخ، مركز شرطة الصليخ، مركز شرطة القاهرة، وكذلك مركز شرطة مدينة القدس. كان أعمال شرطة العظمية تمتد إلى حد منطقة الراشدية. بس توسع السكاني وتوسع مدينة بغداد الحبيبة صارت اختصت بس على هذا القاطع اللي حاليا تكلمت عليه، يعني منطقة القاهرة لحد تقاطع الموال، تقاطعنا وحال باب المعظم، يعني هذه المقتربات المنطقه مالتنا. جيد سياده العميد، سؤال سياده. نعم. العقيد بعد من سياده العميد، اكو لقاءات مشتركه بينكم وبين يعني شرطه العظميه، عائديه يعني او سلسله المراجع بين شرطه العظميه والرصافه هي عائده لشرطه الرصافه حتى بس نعرف التسلسل؟ اي نعم، بدءا
قيادة شرطة بغداد الرصافة بها 12 قسم. 12 قسم خاص في مراكز الشرطة فقط. جيد. فتعتبر مراكز الشرطة كأقسام توابع لقيادة شرطة بغداد الرصافة. وأيضا أفواج الطوارئ تعتبر توابع لقيادة شرطة بغداد الرصافة. وكذلك باقي المفاصل والتوابع. طيب. فصل العمليات في رصافة وكار. قيادتي شرطة الرصافة وشرطة الكرخ هذه سهلت العملية لو حقيقة هذا الموضوع مو أنا اللي أقيمه أكو الناس اللي ضمن الاختصاص السادة القادة دولة رئيس الوزراء المحترم السيد معالي وزير الداخلية ملم يعني المام 100% بهذه المواضيع لذلك ارتأوا أن تكون قيادتين مشتركة طبعا هي اللي تقودها قيادة عمليات بغداد قيادة شرطة بغداد الكر قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بالسيد القائد قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء مظفر كاظم سلمان المحترم يعني ماخذ زمام الأمور إن شاء الله وماسكه للأرض خدمة المواطن وصالح العام إن شاء الله. عقيد حرجع لك بعد ما كمل السيد العميد حرجع لك بالمناشدات اللي توصلكم خاصة من الإعلام. نعم. كيف تتعاملون وياها؟ أريد الجواب بعد أن أجيب سيادة العميد. أي تفضل. المولد النبوي الشريف باقي لساعات إن شاء الله. فشون يكون تنسيقكم مع طوارئ مع كقيادة شرطة الرصافة كمراكز الشرطة شون تتعاملون؟ إحنا بسم الله الرحمن الرحيم إحنا بداية الحديث مالنا إن شاء الله نهنئكم بمناسبة ميلاد رسول الأعظم عليه الصلاة والسلام إن شاء الله يعود على العواق الخير والبركة. إحنا توجيهات معالي سيد وزير الداخلية وسيد وكيل الوزارة المحترم وسيد قائد شرطة بغداد حول الانتشار الأمني والاستعداد للاحتفالات إن شاء الله بمولد النبوي الشريف. فاليوم كان عندنا اجتماع مكثف الساعة 1300 وحدة الظهر إن شاء الله مع كافة الأجهزة الأمنية لمقاطع المسؤولية. جيد. تبدأ من يعني قسم الشرطة نزولا إلى مستوى شعبة يعني حتى شعبة المخدرات اليوم كان عندنا اجتماع في حول تداوس الموقف الامني ضمن المنطقه. فعدينا الخطه ان شاء الله ويعني ان شاء الله ما حنسوي خطوات قويه حفاظا على سلامه المواطنين من عجلات خطوات بسيطه وباكر ان شاء الله هي تدي مناسبه فرحه وان شاء الله استعداد كامل ان شاء الله ما بين قول ماسك الطوارئ وكذلك مكافحه الاجرام مكافحه المخدرات. يعني انتم حتى المراكز. نعم. الشرطه حتنتشر برا. احنا باكر عندنا يعني على قولت احنا التسميه العسكريه شبه انذار يعني نبتدي مناسبه جليله علينا وباكر ان شاء الله كنا على اهبه الاستعداد باكر مراكز الشرطه اربع مراكز عندي كلها الكل فعاله بهذا اليوم كل فعاله بهذا اليوم وكنا يعني تدري احنا قياده واحده وزاره واحده فالهدف واحد الهدف واحد صح. يعني هسه توجه الوزاره المؤقت توجيهات السيد المعالي المحترم انه الملف الامني تستلم وزاره الداخليه صح. فاحنا بدنا نتهيئ ولنا استعدادنا بالذات احنا منطقه الرصافه تقريبا استلمنا تقريبا لحد الان 100% الجزء الكبير اي الجزء الكبير استلمنا الملف الامني من الجيش فالحمد لله ان شاء الله عندنا استعدادات جيده ان شاء الله. احنا نشكرك جزيل الشكر سياده العميد شكرا لك والله يوفقك شكرا جزيلا. سياده العقيد اليوم اكو تحضيرات لاهالي العظم البعض يحتفل بشيء بسيط اذا كان موقف صغير البعض يحتفل بوزع بروشورات جهود بسيطه يعني جهود بسيطه على احنا مبدئيا استلفت قبل قليل فيما يخص المناشدات احنا حقيقه عندنا مناشدات لا تعد ولا تحصى في قاطع الرصافه المتضمنه بالقضاء حوائج المواطنين اغلبها الناس اللي محتاجه الناس اللي ما تقدر توصل باب المسؤول أبوابنا مفتوحة وقبل أبوابنا اللي مفتوحة تكون قلوبنا مفتوحة لهم على مدار 24 ساعة عندنا خطوط ساخنة وأيضا هواتفنا الشخصية متواجدة وإحنا نقولهم وبخدمتكم. أحسن يلا شباب خلنا نمشي الفوج التكتيكي شنو مهامة بالأعظمية هذه يعني مواطن ما يعرف شنو فوج تكتيكي. الفوج التكتيكي يعتبر قوة ضاربة ولكن فيه يعني في هكذا مناسبات وجوده ضروري يعني احنا اصبحنا بوقت انه الاعلام حضرتك يعني نعم. من ضمن الاعلاميين المتميزين وهي شهاده امام الكل ملء الفم اقولها يحتاج انه نظهر معالم القوه حتى العدو تعرف انت جنابك العدو متربص فهنا نحتاج لمعالم القوه رهبه العدو اضعاف العدو يعني هو بس هو عملهم شرطوي عملهم شرطوي خدمي انساني قبل لا يكون ميداني. الكثير من البغداديين رحبوا بفكرة أنه يعود نظام الشرطة إلى الواجهة من جديد يعود إلى عمل الأساسي داخل المدن هذا الحوار
يوصل لك من المقربين أصدقائنا؟ والله حقيقة هذا موضوع يعني سيد معالي وزير الداخلية المحترم خل يعني وضع الخطط الكفيلة لكسب المواطن. كسب المواطن ما يجي عن طريق الجيش والحروب دائما تكون الأمور مبسطة إذا كان رجل الأمن على مستوى الشرطي أو ضابط يكون قريب من المواطن، وبالتالي رجل الشرطة كضابط كمنتسب هو ابن البلد وابن هاي العائلة وابن ذيك العائلة، وأكيد أخوك وأخويا يحتاجوني كضابط يحتاجوني كمنتسب في تلبية خدماتهم وطموحاتهم. أنا أشكرك. خلي ننتقل إلى مكان أهالي العظمية في المولد النبوي الشريف بالجهة اللي مقابلة للإمام العظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، أكو ساحة وقوف سيارات. دائما أهالي العظمية بهذا المكان ينصبون مسرح صغير يكون بتعريف بالسيرة النبوية، تذكير بالسيرة النبوية، يكون أكو احتفاليات دينية بهذا الموقع، يكون أكو مديح دائما على مدار الاحتفال. فننتقل أنا والسيد العقيد حمزة إلى هذا الموقع حتى نشوف التحضيرات، وهم أنا قيادة شرطة الرصافة ممكن تساعدهم إذا عندهم إن شاء الله. حاضرين، يلا خلنا نتوجه أخوانا. طيب بكم من جديد أحبتي المشاهدين، حياكم الله. ما زلنا بالتحضيرات المحمدية النبوية الشريفة، هذه التحضيرات المباركة، وكل من يعمل على خدمة المواطنين وإعلاء اسم الإسلام والتذكير بالسيرة النبوية الشريفة، فيا رب إن شاء الله له الأجر والثواب بهذا اليوم المبارك الكريم. هذه الساعات التحضيرات الساعات الأخيرة ما قبل المولد، المواطنين مستعدين في مدينة العظمية والكل يحتفل بطريقة، الكل بالزينة وبالتحضيرات، التوزيع ما تيسر من المواد والمشروبات وغيرها من العصائر، تلقى أهل العظمية الطبخ وموجود هذا على مدار السنوات الماضية وهذه السنة أيضا. من ضمن التحضيرات اللي موجودة على كل سنة وللسنة العاشرة على التوالي تقريبا إذا ما خاني الوصف والتذكير، السنة العاشرة أمام مرقد أبي حنيفة النعمان رضوان الله تعالى عنه، هذه ساحة الوقوف هي تتحول إلى مركز احتفال مركزي لأهالي العظمية، فتلقى الموجودين هنا أهالي العظمية وزوار العظمية وكل الوافدين إلى هذه المدينة خلال هذا اليوم المبارك. المنظم والمسؤول عن هذا الحفل الجميل هو الشيخ محمد سمير العبيدي، أحد وجهاء وكبير وجهاء أهالي العظمية. حياك الله شيخ. الله محييك. وأهلا بك في برنامج أهلا وسهلا بكم ومرحبا في منطقة العظمية، منطقة المحبة والسلام والتعايش السلمي، فأهلا وسهلا بكم وبالقوات الأمنية وبكل زائرين. الله يعزك الله. شيخنا، هاي التحضيرات شلون تخططوا لها كل سنة؟ وكل سنة احنا نشوف اكو تطور ما شاء الله، يعني حتى اليوم هذا المسرح اللي خاليه والستيج اللي خاليه جيد متطور، يعني اكو اهتمام بهذه المناسبات والاحتفالات. شلون تتحضروا لها كل سنة للمولد النبوي؟ الحمد لله، شكرا جزيلا لتسليطكم الضوء على هذه المسألة. طبعا نهنئ العالم الإسلامي بمولد سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للمسلمين فقط، بل هو للعالم وللإنسانية جمعاء، فهو احتفال عالمي. ومن هذا المنطلق الأعظمية في كل عام تتهيئ وتتزين لاستقبال الحشود مليونية تزحف نحو منطقة الأعظمية، فكتلة هائلة، كتلة كبيرة من البشر تتحشد في هذه المنطقة أمام جامع الإمام الأعظم. تحضيراتنا في كل سنة متطورة وتتزايد مثل ما قاعد تلاحظون. ما يميز حفل أو الاحتفاء في مولد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتفاء الجماهيري، هو ليس احتفالا حكوميا، تقوم به الأهالي الأعظمية، يقوم به الخيرين والمحسنين، نجمع التبرعات وبالتالي نقوم بهذا الحفل. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أنه هذا الحفل هو وفقا للمعايير الشرعية والإسلامية، لا يوجد هناك اختلاط ولا سفور في هذا الاحتفال. الاحتفال بعزل، النساء مقاعدهم خاصة عن الرجال، هذا اثنين. النقطة الثالثة، محتوى هذا الاحتفال يا أستاذ أحمد هو محتوى إسلامي توعوي ثقافي اجتماعي،
يعني في كل سنة نسوي مسابقة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسئلة وأجوبة ونوزع عليها جوائز. الغاية من عندها ونشر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاق سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الجوائز، بالإضافة إلى أنه نقوم في كل سنة تكريم مجموعة من المتميزين في منطقة العظمية وفي بغداد وعموم العراق حتى نحثهم على التميز والإبداع مستقبلا ونحث الآخرين. بالتالي الأعظمية طقوسها وحيدة وفريدة وجميلة وفيها نفحات ونسمات إيمانية. ندعو الجميع إلى زيارة الأعظمية. الاحتفال يبدأ الساعة 7 مساء إن شاء الله، ننتظركم إن شاء الله، وندعو الناس من خلال منبركم إلى الالتزام بالمعايير الإسلامية في منطقة الأعظمية والالتزام بالحشمة وبالوقار، لأنه هذا الاحتفال هو احتفال سيد الكائنات. وشعارنا في كل احتفال وفي هذا الاحتفال أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد والقدوة، وبأخلاقه نهتدي ونقتدي. وبالتالي أدعوهم إلى الالتزام بالوقار وبالحشمة إن شاء الله أثناء الاحتفال وما بعده. تحدثت عن نقطة مهمة شيخ، الوقار والحشمة. نعم. طبعا هي فرديات وليس شمولية القضية. تمام. ماكو. وأيضا حتى هناك يعني أحداث تصير من هذه رمي الإطلاقات اللعب النارية وبعض حالات التحرش الموجودة، هذه حسأل بها السيد العقيد طبعا عن موضوع حالات التحرش، الشرطة المجتمعية حسأل السيد العقيد عن هذا الموضوع، لكن أنتم كأهل الأعظمية ما صار أكو توعية أنه هذا المولد ومولد سيد الكائنات لا يكون أكو إساءة بطريقة الملبس، بطريقة الكلام البذيء، بطريقة التصرف البذيء، الاحتفال البذيء أيضا ممكن، عندكم توعية بهذا الجانب؟ أكيد، بالبداية الوقاية خير من العلاج. احنا نسوي غرفة عمليات في جامع الإمام الأعظم كل سنة للحد من هذه الظاهرة، ولكن تدري يحتاج لها إلى أنه فرق جوالة بين الناس حتى تحاسب وتعاقب وتجرم، لأنه قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 يعاقب على المفرقعات النارية ويعاقب من يتاجر بها ويعاقب من يبيعها. فلو كانت يعني القوات الأمنية تفر الآن الهمرات وسياراتها ومركباتها وعجلاتها بين الأفرع وفي أزقة منطقة الأعظمية وتحاسب من يبيعها، فالوقاية أنا أعتقد خير من العلاج. من منبركم هذا أشكر القوات الأمنية، للأمانة لم يدخروا جهداً، جميعهم استنفروا جميع الجهود، وخصوصاً قيادة عمليات بغداد مشكورة، والجميع يؤمنون هذه المنطقة، وغداً إن شاء الله المنطقة منطقة أمان وسلام. ومن خلال هذا المنبر ندعوكم إلى أن يكون يوم مولد النبوي الشريف هو يوم للتعايش السلمي، يوم للوحدة والسلام، ولا يوجد مثل أعظمية منطقة طيب. مثل هذه الأجواء الإيمانية. بما أنه السيد عقيد حمزة عبد الواحد الشمري مدير إعلام شرطة الرصافة موجود يمنا، شنو الشكوى اللي توصل هي أو المطلب أو الإجراءات الاحترازية أو الوقاية؟ بما أنه موجود اليوم الوجهاء والسلطة الأمنية. نعم. شنو اللي تطلبه حتى خلاص إحنا سلطة الوصل بيناتكم أو حلقة الوصل؟ هو أولاً إحنا نشكر جهودهم، ثانياً نريد من عندهم التعاون من خلال الميداني، من خلال أولاً هو يوم فرحة، يعني ما نريد يصير تجاوز على الناس، ولكن توعيتهم تثقيفهم هاي النقطة. هناك متجاوزين طارئين غرباء، في كل سنة تتكرر هذه المرحلة المسألة، لأنه أهالي الأعظمية تعرف أنت ناس يعني مسالمين وبسطاء، صح. وبالعكس إحنا هذه منطقتنا، تدري ما حد يحب يطلع منطقته بالصورة السلبية، صح. لكن هناك طارئين وغرباء زوار، تدري عبال أنه يوم فرحة فيعتقد أنه مباح له كل شيء، مباح كل شيء، فنتمنى أنه يتم معاقبتهم وزجرهم بدون التأثير على أجواء الاحتفال. يعني بصورة سرية مثل شلون نقول لك يعني ينتشرون مدنيا زين ويتم محاسبتهم. مو فقط هذه المسألة، هناك البعض ممارسات منحرفة، يعني يعلق أغنية باعتبار يوم فرحة، هذا ممنوع. هناك أذكار ومناقب نبوية وهناك احتفال رسمي فقط في هذه المنطقة، غيره هو غير مسموح به، وبالتالي هو يخرب المركزية وغير منضبط. يعني أهالي العظمية ما مسؤولين عن أي إساءة تظهر؟ طبعاً نحن سفراء لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من يعني يحتفل بالنبي يجب أن يقتدي بأخلاقه. أحسن، الله يبارك فيك. سيادة العقيد سمعت كلام الشيخ محمد، كل سنة تحدث حالات فردية تمام، لكن يعني تعكر أجواء الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، منها التحرش، منها المفرقعات النارية، هذه جهودكم بها شلون حيكون التعامل معها؟ تحياتنا للشيخ المحترم اللي تفضل به، يعني عين الصواب الكلام اللي تفضل به حضرت الشيخ، ولكن احنا الخطط الأمنية ما نقدر نفصح عنها امام الإعلام،
نعم. عندنا خطوات مدروسة، عندنا ناس مواطنين، يعني احنا الحل الأوحد الخدمة الوطن هو المواطن، صح، وليس القوات الأمنية. القوات الأمنية وجدت لمحاربة الدخيل مثل ما تفضل جناب الشيخ، في حين احنا عندنا دوريات راجلة، دوريات آلية، عندنا مصادر ضمن مناطقنا، ضمن منطقة العظمية بالذات، عندنا شيوخ مرشدين، سادة مرشدين، الشرطة المجتمعية، عندنا توجيهات من لواء الدكتور سعد معن المحترم، توجيه 42 مرشد ديني لنشر صورة الإسلام بالصورة البهية والصورة الصحيحة. المرشد الديني اللي هو منتسب لدى وزارة الداخلية، منتسب ولكن على الإرشاد الديني، جناب الشيخ يعرف بهذا الشيء. 42 مرشد تم اللقاء بهم شخصيا من قبلي بتوجيه من لواء سعد معن المحترم، وتم توجيه اللي مطلوب من عندهم توجيه الإرشادات الدينية لإخواننا المواطنين. يتواجدون في مدينة العظمية؟ يتواجدون بكل مناطق العظمية، وليس يكون عملهم إرشادات دينية توعوية. جيد. الغرض منها أنه عدم انحلال المجتمع، لأن مجتمعنا بصورة عامة يفكر أنه فرحة النبي الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام الأعظم عليه رضي الله عنه أنه فرحة دق ورقصة وما شابه، وهذا الشيء مو صحيح. صح. هذا يعكر أجواء الإسلام وينطفت صورة سلبية عن الإسلام. جيد. وهذا الشيء مناهي عنه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. المفرقعات النارية، جناب الشيخ تفضل، مشكور للتذكير. نوجدت دورياتنا المراقبة جميع المحلات اللي تؤويها، اللي تبيعها، اللي تاجر بها، يتم إجراء اللازم شخصيا. السيد الوزير عمر بمعاقبة جميع من يحويها ويتاجر بها أو يبيعها. زين، هسه احنا ما راح ندليك لانه حتى لا نكون يعني، لا بس حنقول قضيه واحده سياده، اكون صريح وياك، اسف على المقاطعه، نقدر نقول موجوده بنسب ضئيله جدا. وان كانت موجوده، يعني حتى اكون صادق وياك، فعتبنا على المواطن، ارقام هواتفنا، عمليات الرصافه، عمليات شرطه بغداد الرصافه، عمليات شرطه بغداد، كل الهواتف موجوده ومتاحه على مدار 24 ساعه للاخبار عن اي حاله سلبيه ممكن ان يتاثر عن تعكير الاجواء والاحتفالات. انا اشكرك جزيل الشكر. ممنون سياده العقيد. السلام عليكم. شلون صحه؟ حياكم الله. شلون صحه مشايخ؟ اهلا وسهلا. حياكم الله. من محتفلين بهذا المولد النبوي الشريف؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرساله والحكمه، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين. صدق الله العظيم. صدق. الحقيقة مدينة النعمان، مدينة أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، مدينة الأعظمية، منذ أيام تستعد لاحتفال ميلاد سيد الكائنات محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ونخص في الذكرى في التحضيرات الاحتفال في هذه الساحة، ساحة النعمان المباركة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ودوائر الدولة للحماية الأمنية للمواطنين في مدينة النعمان. وكذلك أخص البيت الأعظمي الذي اهتم في هذه المناسبة ودعا دعوة جميع مواطنين بلادنا في ميلاد سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اليوم البيت الأعظمي له بصمة كبيرة في الأعظمية، الذي يتولى أمره الأمين العام الدكتور الشيخ محمد سمير العبيدي في هذه المنقبة الكريمة، الذي استمرت المولد والمنقبة على أيدي الشباب العظمية الكرام الأبطال الذي يهتمون في هذه المنقبة. كذلك نشكر جميع قواتنا وإخواننا الأمنيين على حفظ الأمن والاستقرار في مدينة العظمية، وإن شاء الله في هذا العام نقول كل عام وأنتم بخير جميع العالم الإسلامي والأمة الإسلامية من مدينة العظمية. خادم التكية الكسنزانية خليفة عبد العظيم يوسف الكسنزاني، حياكم الله. حياك الله. حياك الله شيخ، جزيل الشكر. هذا الوقت المتبقى هو الفاصل، حيكون حاليا لكن نرجع بعد الفاصل. قبل الفاصل نودع السيد عقيد حمزة عبد الواحد الشمري، ولكن
الوداع على اللقاء القادم إن شاء الله. وهذا طلبنا من السيد العقيد أن يكون جولتنا مع قائد شرطة الرصافة إن شاء الله لواء مظفر. تحياتنا للسيد لواء مظفر التميمي واحد رصافة، وشكرا جزيلا شكرا لحضرتك على تعاونك الكبير. باسمي وباسم قيادة شرطة بغداد الرصافة يعني أتكلم عن كل ضباط ومنتسبين، إحنا نكون بخدمتكم قبل أن نكون خدمة أمنية، خدمة أخوية وإنسانية إن شاء الله شريفة. حياك كل الأوقات إن شاء الله نكون بخدمتكم. ما قصر، تعبناك اليوم بهاي الجولة المسائية وكل وقت الله يعينكم إن شاء الله ما ندخر أي جهد لخدمتكم. الله يعينكم إن شاء الله خدم. ويا رب المولد النبوي الشريف يمر عليكم إن شاء الله ينعاد على الأمة الإسلامية وإن شاء الله يلم الشمل. وأسلف أخونا الشيخ إنه أهالي العظمية فقط هم من يقومون بال احتفالية. أنا أضيف على كلام جناب الشيخ أنه جميع أفراد الشعب العراقي الكل باكر حيتواجد هنا 100%، إضافة لهذا الدول الإسلامية المجاورة الكل باكر يحتفل ضمن منطقتنا، منطقة العظمية ضمن ناسها وأهلها الطيبين. وأهلا وسهلا بكل ضيوف الرحمن وحياهم الله وإن شاء الله نكون لهم خدم. شكرا جزيلا، أنا أشكرك شكرا لانضمامك الحلقة. شكرا جزيلا سيادة العقيد. أحبتي المشاهدين، فاصل وما زلنا بالعظمية وما زلنا بالتحضيرات النبوية الشريفة. حياكم الله. سلام عليك نبي السلام، فأنت الحبيب وما حظ ظلام. سلام عليك نبي السلام، فأنت الحبيب وما حظ ظلام. أيا رحمة جئت للعالمين بوصفك حار المشاهدين. حياكم الله. كملنا حوارنا مع السيد عقيد حمزة مدير إعلام شرطة الرصافة، وتحدث عن كافة الأمور الأمنية والجهوزية الأمنية العالية لقيادة عمليات بغداد إلى شرطة الرصافة تحديدا، كونه المتحدث عن شرطة الرصافة، وكل القوات الأمنية متعاونة بهذا القاطع حتى تكون هذه الاحتفاء بهذا اليوم المبارك يمر بسلام وتكون مناسبة دينية جميلة عظيمة إحياء لذكرى مولد سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نكمل حوارنا ويا أهالي العظمية، وأريد أشوف المناقب النبوية والتكيات اللي كانت موجودة بين الأزقة والأفرع بالعظمية ما زالت موجودة؟ نعم لو انتهت. نعم موجودة. عقبت قلت ما زالت شيء. ما زالت التكايا موجودة. من ضمنها تك هنا مقابيض على الفرع تك مال خليفة تكي كنزانة خليفة مكي. نعم. تك إمام الطبري خليفته عبد العظيم الكربولي. ما شاء الله. بعض تكايا بالدرابين موجودة، وكان تكي بعد لغة تكي بسبلة ظل براغبة خاتون، وتكايا عندنا بالصيخ همينة مفتوحة كلها مفتوحة اثنين وخمسة مفتوحة كل التكايا. واكو بعض تكايا يوم تكت إمام الطبري يوميا مفتوحة من صلاة المغرب لحد بعد صلاة العشاء. تقيمون باليوم المولد النبوي؟ احنا كل سنة احنا اثبتك مال التكايا الكنزانية كل اثنين وخميس تقام المناقب النبوية، الحلقات الذكر التوحيد كذا. اما الايام العاديه متواجدين بس ما يقول بس من هيش مناسبات لا. احنا سعدنا باشر تكت امام الطبري عندنا مسيره من تكت امام الطبري شارع 20 لحد ساحه السام اللي جاي، ارفع الاعلام
لا اله الا الله وذكر لا اله الا الله وتوحيد ودف وطبلة ونمشي بالتنسيق وتنسيق ونظام. يترأسها الحلقة والمسيرة الشيخ عبد العظيم الكربولي خليفة مالتك الإمام الطبري. وهاي كل سنة احنا نسويها، كل سنة نطلع مسير، وهي مو مسيرة وإنما نقول يعني شلون نقول يعني الاحتفالية في هذا المناسبة العظيمة، نقيمها نجمل الشوارع اللي راح نمشي بيها إلى أن نوصل هنا برفع الأذكار ورفع التوحيد ورفع ودقر التوحيد. سؤال الله يحفظك. الله يبارك. اليوم بعض من 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 الموجودين من الجيل الحالي يجهل نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ما يعرف اسم والدة الرسول، زوجات الرسول. هذا البعض. ممكن جد الرسول ما يعرف اسمه. هذا البعض. شو يحتاج له شيخ؟ شو يحتاج له؟ المطلوب المفروض عليكم أيضا. هو هذا اللي بعض يعني شيء قليل خاصة في هذه المناطق. لو تجي على هالمناطق لا أعتقد أقول لك 80% يعرفون نسب الرسول، يعرفون الاحتفالية، يعرفون كذا. أما في مناطق أخرى إحنا فاهمين هذا. وفي نفس الوقت أكو دورات صيفية تحدث بالجوامع، هذا يدرسون القرآن الكريم والسيرة النبوية والحديث يدرسوهم، ومستمرة على مدار السنة يعني. وبالعطلة الصيفية لا بالجوانع على قد مثل يقول الطلاب يعني سوي ماي خاصة. أما في باقي الأيام في أي جامعة طب تلقى سفيت أي جامعة طبية خاصة بين المغرب والعشاء أو بعد صلاة العصر حلقات في جامعة تلقى 4-5 حلقات، هنا سيرة، هنا قرآن، هنا صلاة الصحابة، هنا الحديث، يتعلموها. وأكثر تقريبا أكثر جامع في نقطة الأعظمية صليخ بها يعني، وحتى بها مركز القرآن مثل جامع الفرقان جي. مركز القرآن، القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة اسمه ديرها المركز الشيخ طه الكربولي وماشي هاي كلها فيها. أما هذا نشوف احنا بعيوننا اكو شباب وحتى في أقل من المراهق يعني أقل من عمر 10 سنين من أول ابتدائي إلى حنا كل حلقة واحد ومستمرين حتى بعد صلاة العشاء. اكو عندنا يعني فرقنا بعد صلاة العشاء وبين المغرب والعشاء اكو حلقات مستمرة بهذا الشيء، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث، القرآن الكريم، وحتى سيرة الصحابة. هسه لو تجعل يمكن أكثر أهل العظمية، أهل الصليخ، أهل منارة السبع أبكار يعرفون سيرة الرسول، لأن أكو دورات منفتحة على مدار الساعة. الجوامع تعمل على التوعية والقراءة. الجوامع تكون على التوعية، أقول لك يعني مو بس على المنبر وهذا بالجمعة، لا حتى بالأيام العادية مفتوحة الجوامع خاصة في بين المغرب والعشاء، وبعض الحلقات في بعض العشاء حلقات ذكرها من يسمون بعض الجوامع حلقات بعد العشاء. فموجوده هذه والشباب انا دا اشوف الشباب يعني حتى في مرحله المراهقه دا يتواجدون في هذه. لا مو بس هذه، علما انهم تعلموا السيره قاموا حتى صلاه الفجر يجون ما شاء الله. أبغى شباب في سن المراهقه صلاه الفجر تسوي الجامعه يعني اقول لك يعني مو ما يقل عن عددهم عن الصف او قائم الصف عن باقي المصلين دا يجون. انا اشكرك شيخ حنون، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سؤال عني الله يحفظك. هذا سؤال الفطره، شنو يعني لك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ماذا تقول في رجل أصبح أمة؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج من الغار وحيدا فأصبح أمة تقتدى وتعتدى أثره الشريف. ما شاء الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمة الله للعالمين، رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة إلا كافة للناس، رسول الله بشيرا ونذير، هو القدوة، هو الأسوة، هو المعلم، هو النبراس لمن يهتدي بهديه ويتبع سنته. احنا اليوم كمسلمين مقصرين بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله ان شاء الله ما نقصر. ليش ما نقصر؟ الخروج الى احتفالات المولد النبوي الشريف هي رفع لمن هو شأنه عظيم. احنا من نطلع نحتفل احنا نحتيه بحياته وسنته، مو نحتفل لأن هو اليوم المولود. هو الرسول عليه الصلاة والسلام القدوة والأمة منذ خلق الله الكرسي ومكتوب على الكرسي لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما سأله أبينا آدم من محمد يا رب قال هو خاتم الأنبياء وهو من ذريتك يا آدم. يعني نحتفل بمولد الرسول لنحيا ونحيي من معنا ونفهم الناس سيرته العطرة. المولد هو عبارة عن التوحيد، الصلاة، كثرة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباع سيرته ونهجه الشريف. مو بس تجمع ما بمعنى، لا بالعكس، يجب أن يكون هذا التجمع ذو فائدة
دينية روحية عقائدية حتى العالم تقتدي بهذا المنهج وبهذا السلف الصالح. معلومة التوقيع غدا إن شاء الله لقودة الشيخ محمد سمير العبيدي، تقريبا راح تكون أكثر الأسئلة وأجوبة على السيرة النبوية، راح تصير أكثر شيء على السيرة النبوية، سيرة الصحابة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى باقي الأنبياء وحتى سيرة آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، راح تصير هاي المنقلة هسه تشوفها براسي بعينك وتطول يعني ما جزء 4-5 ساعات تطول، والناس راح تكون منعزلة، النساء عن الرجال، والأمن موجود والضيافة موجودة والوجهاء موجودين والتكايا موجودة، وراح أشوف عدة تكايا، ليست تكايا واحدة، راح تجي عدة تكايا من عدة طرائق، ليست طرائق كذا فقط، من عدة طرائق، بس أشوف الشباب اللي راح يجون يعني كلهم مندفعين نحو يعني للطريقة، مندفعين للسيرة النبوية، مندفعين للإحياء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى مندفعين لإحياء القرآن الكريم يعني. أحسن. يعني كملون يعني وهي سلسلة مكملة. اليوم إحنا كنا قبل جو ورانا والوراه ده يجون هسه وكانوا قبلنا سيرة يعني شلون نقول يعني حبل منتصل إلى إن شاء الله إلى قيام الساعة، حبل السيرة النبوية، حبل القرآن الكريم، سيرة الصحابة، سيرة آل البيت عليهم السلام، فإن شاء الله متواصلين وياهم متواصلين ويانا، والحمد لله وشكر، وصلى اللهم على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك، ما شاء الله العظمية مستعدة. بالنسبة تسمح لي، بالنسبة لمنطقة الأعظمية بالذات، مدينة حباها الله سبحانه وتعالى لإحياء هذا الحفل، وهي متوارثة جيل عن جيل. هذا رزق ربنا، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. عندنا كتب تاريخية موثقة كيف كانت العوائل المعظماوية، احنا نسميها معظماوية، كيف كانت تتبرع لإحياء المولد، مثلا بيت فلان تبرع بكيسين تمن في ذلك بالخمسينات والأربعينات، موجود لو أدري أنت هنا كان جبت لك الكتاب ورأيتك. منهم القائمين هم الأعظميون، هم الأعظميون، وما زالت تقام هذه الاحتفالات. وجزا الله خير الدكتور محمد سمير الشيخ، أكمل هذه المسيرة، أكمل مسيرة الأجداد، وإن شاء الله تبقى حافلة، وإن شاء الله تبقى مستمرة ما دام بينا نفس. الله إن شاء الله. كان الشيخ محمد أبو الله يرحمه كان منقبه ما تفهم، كان كل سنة يعني من السبعينات أو جزء قبل السبعينات أنا وكملها، وبعد وفاة كملها الشيخ محمد سمير، كمل المسيرة مالت أبوه، وهي مسيرة الأعظمية كلها طبعا ما شاء الله، مسيرة الأعظمية كلها هذه أنا بس وهذه المواكب الموجودة هنا، مثل ما هي ليست مواكب حسينية ولا مواكب، هي مواكب حسينية، مواكب محمدية، مواكب عمرية، مواكب بكرية، مواكب عثمانية، مواكب علية، ما شاء الله، ليس مواكب يعني فهم. مثل مواكب مثل ما قلت سابقا، مثل مواكب حسينية، أكو مواكب الأهالي الأعظمية مرحبين بالجميع، هذا اللي شفته أنا. كما نفس المواكب الحسينية هم مرحبين بالجميع. أحسنت. فهذه شو أقول؟ هاي مكمل هذه. أحسنت، أنا أشكرك. بس إحنا نريد أيشي بس توضيح بسيط، توضيح لغوي، توضيح إسلامي، سموه ما شئتم، توضيح مهم جدا، إنه البعض من يحتفل بالاحتفاء بالمولد النبوي الشريف يقول إحنا اليوم يعني طبعا هاي ما حد قالها من الموجودين، لكن أنا سامعها بمقاطع فيديوية، انه لنرفع اسم الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا خطا تمام، لانه احياء المولد النبوي الشريف، الله يحفظ الشيخ جابر بغدادي من احد شيوخ الصور المصريين يقول بهذا اليوم المبارك نحن نحيا بهذه الدنيا، مو العكس، يعني مو احياء المولد، نحن نحيا بهذا المولد تمام، فهذا الافضل هو احياء المولد النبوي الشريف، وان نحيا نحن بهذا المولد، وأن نتعظ من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والخطوط التي وضعها لنا، إذا كانت السيرة المحمدية، وإذا الأحاديث النبوية الشريفة المتفق عليها، وإذا الأفعال تمام. شيخ محمد، اليوم أكو جهل البعض وليس الجميع، المولد النبوي خلي يكون نقطة انطلاق، نقطة انطلاق لتذكير الضائع التائه، الغير يعني الغير متجه نحو الاتجاه الصواب، البعيد عن الله والإسلام، هذا دوركم تمام، تتحملون انتم المسؤوليه الوجهاء تمام. ولذلك انا من خلال هذا بهذه المناسبه، من خلال هذا المنبر يعني اطلق رساله الى انه نستثمر المولد النبوي لنقتدي ونهتدي باخلاق وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم أختار مثالين. المثال الأول
عندما هاجر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت يثرب قبل أن يهاجر إليها. نعم. أول شيء فعله هو آخى بين المهاجرين والأنصار. صح. فليكن مولد النبوي الشريف يوما للتآخي، يوما للمحبة، يوما للتعايش السلمي بين جميع أطياف الشعب العراقي. لنحيا بالمولد لا نحيي المولد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا. حسن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المثال الآخر، عندما في نهاية حياة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته، عندما فتح مكة، يوم فتح مكة، بعد ما دخل إلى مكة منتصرا وخرج منها منكسرا، عاد إليها منتصرا، فماذا قال للي موجودين في مكة؟ قال: ماذا تظنون إني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال كلمته التي تكتب بماء الذهب صلى الله عليه وسلم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اليوم رسالتي من خلال منبركم إلى جميع السياسيين: استثمروا يوم المولد النبوي الشريف ليكون يوما للتآخي، يوما للعفو، يوم للتوبة عليكم، يوما للعفو والتسامح. يا أستاذ أحمد، لماذا توقفون قانون العفو العام؟ هناك الكثير من الموقوفين والمعذبين والمعذبات في السجون ظلما. إذا كنتم من المسلمين أو من الإنسانية للرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المعذبين يستغيثون بجميع الآلهة، إذا تعبدون الله أو ما تعبدوه، حتى لو كنتم ملحدين، هناك ناس يعني وصل أنينها إلى السماء من هذا العذاب. فأقول: مثل ما تقتدون وتدعون أنكم تقتدون بسيدنا الرسول وحكومة إسلامية، فالرسول عندما دخل إلى مكة منتصرا قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. سوى عفو عام، لا سوى مساءلة واجتثاث ولا. فإحنا نقول اللي موقوفين واللي مسجونين وهم إرهابيين، نعلة الله على والدهم وعلى اللي يتوسط لهم، هؤلاء نطالبكم بإقامة القصاص العاجل عليهم. واضحين جدا، ليش تصرف عليه فلوس؟ هذه الفلوس اللي قاعد تصرفها ترهق الميزانية يا أخي. صح. هذا قتل وإرهابي، مثل ما قتل من الطائفة الشيعية قتل أكثر قد يكون من السنة. فإحنا نقول لك المريئين اطلقوا سراحهم، إلى ماذا تنتظرون؟ عوائل المسجونين ظلما بدأوا يعني يجدون في الشوارع، أولادهم اللي كانوا رضع الآن دخلوا إلى الجامعات، أبنائهم بدأوا يلتحفون الشوارع. أخوان، فلنتخذ من يوم المولد النبوي الشريف فرصة للتعايش السلمي وإلى العفو وإلى التسامح وإلى المحبة. جزاكم الله خير. أنا أشكرك شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. شلون صحة؟ حياك الله عمي. المولد النبوي الشريف مهم عند أهالي العظمية. طبعا، مو بس أهالي العظمية، كل الكل بس أكو خصوصية. نعم، كمكان إقامة يصير بالعظمية دائما، فهي فرحة للكل. يعني شلون واحد يفرح بولادة طفل يجي، كيف النبي صلى الله عليه وسلم اللي الله سبحانه وتعالى بنفسه أخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الإخوان قبلي، الله سبحانه أرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فشوف الناس هنا، صغار كبار، شيوخ نساء، الكل يلتمون على الفرحة، وهذا يقدم شربت، وهذا يقدم طعام، وهكذا الكل فرحانين. فإن شاء الله بهاي المناسبة نتمنى انه كل الناس يتعاطفون مع الله، وواحد يسامح الله بهذه المناسبه العظيمه. بارك الله فيك، حياكم الله. اشكرك. السلام عليكم. شلون صحه؟ شلون شباب؟ خلينا نشوف الشباب شلونكم. وعليكم السلام. تحضيرات الشباب شنو هسه؟ وجهاء عرفنا محضرين وناصبين هذا الاستيج، واكو فعاليات ثقافيه عفوا اسلاميه تحديدا. الشباب هنا شلون يكون دوركم؟ والله احنا الحمد لله دورنا ان شاء الله يعني ترتيب المولد، والترتيب المولد اهم شيء. الموقع هذا انتم مشرفين عليه؟ الموقع احنا مشرفين عليه ان شاء الله. فيكون ان شاء الله بصيغه حلوه جميله. زين، انت اليوم اذا بالمولد موجود بيوم الاحتفال، ساعه الاحتفال، شفت حاله سلبيه، تحرش، ابلغ عليها. ابلغ عليها، ابلغ القوات الامنيه. نعم، ابلغ عليها اكيد. شوف هاي قوة ماسكة، يبلغ عليها وتم الإجرابي. أحسن، وافقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شيخ محمد سمير. شكرا مشايخ الكرام. بارك الله فيك. حياكم الله. أستاذ، عندي دعوة. تفضل هنا. دعوة أخيرة من خلالكم. دعوة أخيرة من خلالكم. أناشد كافة العوائل الكريمة الشريفة
إلى الاقتداء بسيدة نساء العالمين، بنساء آل النبي عليه الصلاة والسلام، بالاحتشام الاحتشام. وكل من تطلع لهذا الاحتفال خلي تشوف أنه هي دا تحتفل بيمن. هل يرضى الرسول أن تطلع عارية كاسية؟ أكيد أبداً لا. أطلاقاً. أكيد لا. فإحنا من خلال هذا المنصة الشريفة ندعو ونطالب خواتنا وبناتنا إلى الاحتشام ولبس الحجاب، ارتداء الحجاب، والله يرضى عليهم وبارك الله فيك. أنا أشكرك. أنا تقريباً على كلامك شيخ، دائماً إحنا القضايا الخاصة بالملبس نقول حرية شخصية. حرية شخصية. لكن أنا أعقب على القضية قبل الختام، رسالة من أهالي العظمية إلى كل الوافدين بهذا الموقع المبارك في مدينة العظمية الكريمة. رسالة أن احيوا هذا المولد النبوي الشريف بالطريقة التي تليق باسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، التليق باسمه. طبعا مهما فعلنا فما استحق الرسول عليه الصلاة والسلام هو الفداء بأرواحنا، لكن هذا الاحتفال البسيط لازم أن نحتفل به بطريقة شرعية إسلامية محترمة محتشمة. أنا عقبت على الشيخ أنه الملبس هو حرية شخصية، لكن بهذا اليوم اتركوا لي حرياتكم الشخصية واتركوا لي القوانين الدولية واتركوا لي أهواءكم إذا كان البعض منها يميل يسارا أو يمينا. اللي يدخل بهذا المولد النبوي الشريف ويدخل قريب إلى حضرة سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه فليحترم نفسه أولا وليحترم المولد ثانيا. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اسمه مرفوع منذ الولادة، تمام، ما يحتاجنا تمام. لكن اللي مفروض علينا أنه هنالك فضائيات تصور، هنالك جوال يصور، هنالك حضور موجود من قد تكون دول عربية وأجنبية. فحتى لا نسيء لأنفسنا قبل أن نسيء للإسلام، حتى لا نسيء لأنفسنا، فلنحتفي ونحيي هذه الذكرى النبوية الشريفة بطريقة تليق باسم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن منا لا يحب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ومن يحب الرسول سيكون احتفاله بهذا اليوم احتفال متزن ملتزم شرعي. هذه كانت التحضيرات وهذه أجواء أهالي العظمية الجميلة. نسمع شعر؟ يلا شيء بسيط يا أقول هيا بنا يا من عشقت محمدا نطوي الزمان ونحيي المولدا، هيا بنا نشفي غليل قلوبنا ونزيد من غيظ العدا، الأرض تهتف والسماء ترددا، حي الرسالة فالوليد محمدا، ورى الله للعلياء أن تجسدا فقال لها كوني فكانت محمدا. اللهم صل على محمد. أحسنت. هذه كانت حلقتنا من مدينة العظمية والتحضيرات للمولد النبوي الشريف. نلتقيكم خلال الساعات القادمة، وستشهد العظمية أكبر زخم في العراق، وإن شاء الله تمر هذه الذكرى بخير وسلام وأمان إن شاء الله. في أمان الله.